هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. صح كابتن رأفت، انت يعني من اول ما اجيت حلو عم تحكينا مين بدي اغلب مين بدي انافس. هاي غلبتك، شو عم بكذب انا؟ ما لا بدنا نشوف. انا صراحة يعني هلا راح احكي لك المعلومات. انت تقدر تفضل هون هذا السايد تبعك. لا احنا بدنا نطلب. انا ما راح اقبل العب السايد هذا. ليه؟ بدي العب السايد هذا بزبط. لا هذا قانون ثابت في البرنامج. هذا عشان الكاميرات بعيوني راح اخسر. مرتبينها انت مرتبينها؟ لا والله مش مرتبينها. لا هيك صعب العب. صعب تلعب؟ طب صعب. كيف نقدر نعدل الاضاءه عشان الكابتن ما؟ لا لا بلعب. تلعب يلا خلص. اوكي ليون طقس العرب كابتن، هذا لاعبنا اللي راح نتحداه. الاغلب ما بعرف مين وجهه، انت ضيوفنا الوحيدين اللي بشوفوا وجهه. تمام اوكي. طلعت المايك. لا انا بدي اطلع مسلح الجوكيت ناويله. طيب اوكي ممتاز سيدي. انا ناويله. بلاش تنعجق انت. طيب هات اعطيني الجاكيت خليني اخذه انا منك. ما عليك. حط لك اياه على الكرسي. ما عليك. طيب كابتن انت بتتحضر حالك. ليون الى الان ما حدا غلبه. يغلبه يمكن انافسه اما اغلبه يعني العب واحد في المنطقه. العب واحد جد موجود طقس العرب. نادر من الضيوف ما ندر، لا ينكر انه في ضيف غلبه الى الان. ليون ما بتسمع صوته، بتسمع الابتسامه الصفراء هاي عشان يوترك. اوكي بعرف هذا. انت ما مش راح تطلع لعيونه عشان الجيم للأكم. الجيم مش محصور بنقاط. هلا بفهمك شو هذا التحدي. التحدي كالآتي سيدي. احنا راح نسألك أسئلة. هاي الأسئلة راح تكون أسئلة قوية. مش أسئلة عامة. مش محرجة ولا كذا، بس أسئلة يعني بتمنى أن أخذ منك فيها إجابات شافية. إذا في سؤال ما عجبك ما حبيت تجاوبه، معك مرة تحكي لنا باس إنك ما بدك تجاوب، أوكي؟ تمتنع عن الإجابة عليه، ومعك كمان مرة تحكي لنا باس تمتنع عن الإجابة عليه، بس راح تخسر نقطة من سكورك. تمام؟ إجباري راح أخسر هيك. خلينا نشوف، هي أسئلة يعني أوكي. يعني طب هون شو على الوقت اللعب يعني؟ اللعب مش على الوقت، عندنا سعاد المعدة هي عم تحسب السكور على اللوح اللي أنت شايفه جوا مش مبين للمشاهدين، ويعني انا راح انهي التحدي باي لحظه. راح نشوف السكور. تمام حنبلش على طول السكور. يلا حنعد 3 2 1. تسجيل نقاط على طول؟ تسجيل اول واحده. لا بدنا نبلش نسالك وتجاوبنا وانت بتلعب. اوكي يلا شباب تفضلوا. يلا ليون. كابتن رافت كيف حالك؟ هلا والله. شو اخبارك؟ امورك تمام؟ الحمد لله كابتن. السؤال الاول بيقول كالاتي. رايك بكل صراحه بكره القدم الاردنيه الحاليه. والله بدنا وقت. بدنا وقت. بدنا وقت لما يعني نوصل، لأن الاحتراف مش سهل. تمام. وبده شغل بصراحة. بده بنية تحتية وبده مدربين وبده ممتاز. تمام إعداد. أوكي كابتن في كرات أنت بتقدر تخليك هون هلأ من يعني أوكي. شو بتفرق الكرة الأردنية حاليا عن زمان يا كابتن رأفت؟ حلو. يعني زمان بصراحة الأغلب كان يلعب من أجل كرة القدم، من أجل المتعة بصراحة. هلا بيلعبوا من اجل ايش؟ من اجل الاسم ومن اجل الفلوس ومن أجل يعني رزق هو اكثر يعني بصراحه. تمام رزق اكثر. طب القدم يعني موهبه موجوده بس مصدر رزق يعني. بالطعم الخبز 100%. طبعا بالطعم الخبز 100%. مش مقتنع بجوابك انا بس حامرق لك اياها. مش لا لا انا بجاوبك لو ما في شيء كان ما جاوبتك. شو الدوري اللي كنت بتتمنى تكون لاعب فيه؟ يعني الدوري الأردني بصراحة ما في. كنت مستمتع في الدوري الأردني؟ 100%. ما كنت تحلم تطلع عربيا بدوريات عربية أو أجنبية؟ أجتني الفرصة أكثر من مرة بس لكن هي هيك يعني زي ما كنت ضيعت على حالك فرص احتراف؟ لا بالعكس أنا احترافي بنادي المحدات ولعبي بالأردن بنادي المحدات كان أكثر إشي مميز حياتي. شو سر انتمائك الكبير؟ مش انتماء، حبها وحب متبادل بيني وبين جماهير نادي المحدات والكرة الأردنية بشكل عام يعني. تمام حب متبادل. بتحس حالك يعني اكثر واحد فعلا محبوب بين الجماهير حاليا؟ عندك هذا الاحساس؟ لا حتى أنا بعد اعتزالك. انا وانا العب كنت الحمد لله يعني لي وضع يعني. تمام يعني الحمد لله. تمام. بس لكن حاليا لا ما اظنيش انه انا لسه موجود المركز الاول. تمام النتيجه كم صارت؟ 7-5 لليون. ما انت بتحكي معي واسئله بنحاول نضيع لك تشتتك، احنا نحاول نخسرك بس ما شاء الله عليك 7-6 النتيجه. انا عارف انك طيب. هل تعتبر حالك لاعب انظلم خلال مسيرته؟ 100% طبعا. انظلمت؟ 100%. شو السبب؟ مين ظلمك كابتن؟ يعني انظلمت على مستوى المنتخب اكثر صراحه، لاني ما اخذتش فرصه لاخذين بلدي بالشكل المطلوب صراحه. طب في اشخاص وراء انه ما اعطوك هاي الفرصه؟ لا. شو السبب؟ ليه ما اخذت هاي الفرصه كابتن؟ نصيب ممكن.
ممكن نصيب، ممكن ظروف، ممكن تمام يعني. بس حاسس بهذا الظلم يعني، انه انت خلال مسيرتك 100% كان كنت حاب تاخذ فرصتك اكثر في المنتخب الوطني. 100% تمام. مين بتشوف خليفتك بنادي الوحدات اسم؟ يعني بصراحة في أكثر من لاعب، ممكن تعطيني أكثر من اسم شايف فيهم أنه ممكن يكونوا خليفة رأفت علي؟ يعني هو في أكثر من لاعب صراحة يعني. كان صالح راتب ماشي 100% قريب ستايلي تمام، لكن ما أخذش الفرصة الكاملة تمام، المشاركة على عدد مباريات كثير تمام. في ثائر أو مهند سمرين لاعب مميز، لكن للأسف في دوري الموسم الماضي تعرض لإصابة قوية. الله عليك كابتن. نتمنى له السلامة والشفاء. فخم. تمام. نقطة بثلاث نقاط، كم صارت النتيجة يا سعاد؟ والله ما بعرف، أنت لخمتني بصراحة. 14-7 على الكابتن؟ 14-7 على ليون؟ لا مستحيل. والله. كثير. برأيك حالياً من هو اللاعب رقم واحد بالكرة الأردنية؟ بالكرة الأردنية اللاعب رقم واحد؟ يعني بصراحة ما لك نعجب، سؤال صعب. يعني بدي أتذكر مين صراحة، مين بتشوفه فعلاً رقم واحد؟ خلينا نكون واقعيين. يعني مع احترامي للكل، فيش لاعب موجود فارق كثير عن باقي اللاعبين. موسى التعمري مش موجود عندنا بهاء فيصل بقطر مشنع مسوي سكورات ومصعد فريقه، ويمكن مباراة يطلع ممتاز دوري محترفين. طب كابتن ليه بشنعوا برا هون مستوى اللعيبة بنزل ليه؟ لا ما بنزل صراحة. ما بنزل، بس لكن البنية التحتية برا أفضل من عندنا صراحة تمام، وأسهل لبروز النجومية زي ما بيحكوا يعني. طيب هل صحيح أنه أنت في بينك وما بين جماهير الفيصلي عداء كابتن؟ هذا عداء رياضي موجود. عداء رياضي يعني ميسي وريال مدريد كريستيانو وبرشلونة نفس الشيء، اللاعب المؤثر بالفريق المنافس دائما بيكون له. بس ما عندك مشاكل يعني؟ لا لا، بتحب نادي الفيصلي كنادي أردني؟ بالعكس، نادي كبير ونادي بطولات نعم، اغلب نجوم نادي الفيصلي اصدقاء لنا يعني. صح لك زمان عرض تلعب بالفيصلي ولا لا؟ ما ابدا، انا طول عمري بالوحدات من الفئات العمريه. لو صح لك ممكن يكون عرض كنت بتروح ممكن الفيصلي؟ ممكن كان يعني قبل ما العب بالوحدات واشوف اجواء الوحدات وايش حياة الوحدات. نعم. بس بالاصل انا مشجع وحدات. نعم. واهلي مشجعين لنادي الوحدات، فكان صعب اروح نادي غير نادي الوحدات صراحه. طب هل انت مع اللاعب بيكون بفرق زي هيك مثلا بالوحدات اهله هذا، هل ضد انه يروح على فريق اخر ولا مش ضد؟ لا انا حريه شخصيه، انا بالنسبه لي عندي علي الله يخليه لك عمر. نعم. واحد برشلوني واحد مدريدي. حلو. يعني امبارح عمر الصغير ضحك علينا لما زهق، انا وعلي كناها، بس هي حريه شخصيه. صحيح. بس بالنهايه اللاعب يعني بميل دائما. انت ممكن تعملها لو صحت لك انه انك تروح على نادي اخر لما كنت تلعب بالوحدات؟ لا انا قلت لك الاجواء، الوضع اللي اخذته بالوحدات وعشته بالوحدات صعب. تمام ممتاز. اوكي طيب، لو تم تعيينك كمدرب للمنتخب الوطني حاليا، نعم، مين من اللعيبه راح تستبعده من تشكيله المنتخب؟ يعني سؤال صعب. اذا ما بدك تجاوب تقدر تحكي باس. باس طبعا. باس حلو. طيب مين في لاعب اردني مظلوم مش ماخذ حقه حاليا؟ لاعب اردني مش ماخذ حقه حاليا؟ والله في اردني لاعب مش ماخذ حقه. تحس انه لازم يكون ماخذ حقه اكثر من هيك؟ يعني ممكن ابراهيم سعاده. ابراهيم سعاده لاعب نادي الجزيره. نعم تمام 100%. شو رايك باداء الوحدات حاليا؟ يعني الاداء مش المطلوب زي ما بحكوا بالشكل المطلوب كحالة هجومية ومتعة، لكن النتائج جيدة. رأيك بالفيصلي ووضعه اللي وصل له الآن كابتن؟ يعني الفيصلي وضعه العام كان مش جيد، السنة كنا متأملين انه يكون غير يعني. طبعا. حتى السنة امبارح كانت بدايته مش سيئة يعني. صحيح. يعني بدايته كانت سيئة، فان شاء الله ان شاء الله كل الأندية بتقدم مستوى يطور الرياضة عندنا او كرة القدم عندنا بشكل خاص. طبعا. شو المباراة اللي ما بتنساها كابتن بتاريخ مسيرتك؟ يعني في مباريات كثيرة بصراحة، في مع المريخ، في مع الوداد، في مع الفيصل أكثر من مباراة. تمام. يعني في مباراة نفسك تنعاد، يرجع الزمن ترجع تلعبها.
استمتعت فيها او كانت بالنسبه لك؟ والله كثير يعني مباراه واحده بقول لك صعب، بس اكثر من واحده. اكثر من واحده برضه؟ نعم، بس في منهم المريخ او النصر السعودي صراحه. راح نشوف كابتن رأفت علي بيوم الايام مدرب لنادي الوحدات يا سيدي ان شاء الله. هذا يعني هاي الاجتهادات، وان شاء الله انه انا شهاداتي وخبرتي تسعفني اكون موجود ان شاء الله. في يعني ما عندك مشكله لو نعرض عليك فكره تدريب نادي الوحدات كابتن؟ لا طبعا بالعكس. انا ابن الوحدات ودربت الوحدات، انا دربت الوحدات، كنت مساعد للفريق الاول لفتره بسيطه وما كملت لاني ما كنتش ماخذ شهادات. ودربت سن 18 حصلت على بطولة الدوري، وسن 20 حصلت على بطولة الدوري. ممتاز. نادي الوحدات. ممتاز. كابتن شو رأيك بالعنصرية اللي بتتمارس في الملاعب؟ ما في عنصرية عندنا على فكرة. بس في كثير هتافات. عنصرية هتافات إقليمية. كل العالم، في كل العالم موجودة. هذا شيء طبيعي وصحي. بس إنه ما توصل للحد اللي نصير إحنا نكره الحكي اللي بنسمعه، يعني أنا مش ممتع إني أكره الحكي اللي بسمعه. بتضايق منه ماشي، اما ما اكرهه لما اصل لمرحله اني اكرهه هي صعبه. كنت تضايق بالملعب من الجماهير المنافسه؟ والله انه موجود، احنا ما كنتش اركز انا بالكلام كله 100%. حلو. بس لكن الله عليك انت طير عينه جنن مغلوب لانك شو اركز هون ولا هون؟ هاي التحدي هيك. هذا مش تحدي، هذا ظلم. كابتن الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. بالعكس. خلص تحدينا. بالعكس. اسئله هيك لطيفه خفيفه. بالعكس. كنت صريح معنا في الاجابه. مالك دائما التوفيق سيدي حبيبي، والله يعطيك العافيه. سعاد كم النتيجه؟ سكور كثير اخر شيء صار اتوقع 40 12. هذا البرنامج برعايه كريم هايبر ماركت.